تحتفل الهند اليوم بذكرى يوم الاستقلال عن الاحتلال البريطاني عام 47. خلال كلمته بهذه المناسبة، وعد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بجعل اقتصاد البلاد من بين المراكز الثلاثة الأولى في العالم خلال السنوات الخمس القادمة. وأكد مودي خلال كلمته أن السلام يعود تدريجيا إلى ولاية مانيوبور، وجدد دعوته للسلام في هذه الولاية التي شهدت وقوع اشتباكات منذ عدة أشهر وأسفرت عن مقتل أكثر من 150 شخصا. بالذات في مانيبور، وفي هندوستان كمان في بعض الأماكن.